كابتن نعيم صدام. في هذه الأسئلة أريد إجابات مختصرة وسريعة. كابتن، أفضل رئيس اتحاد كرة القدم بعد 2003؟ ناجح حمود. أفضل رئيس نادي بالعراق حاليا؟ أعتقد كابتن فلاح حسن. أكبر قاعدة جماهيرية بالعراق؟ قاعدة جماهيرية؟ نعم. جمهور العراق؟ لا، من بين الأندية طبعا. طبعا كاتب أنت هسا قلت لك يا زوراء وجوي الأفضل الأعلى بينهم؟ والشرط مو حسب المباراة، هسا شفنا الشرطة دبلوماسي. أفضل لاعب محلي بالدوري الكروي؟ كثير من اللاعبين الموجودين. واحد عاجبك مستوى؟ محمد قاسم. أفضل لاعب محترف مع المنتخب؟ أغلب اللاعبين المحترفين مستويات متقاربة، ما أجانا اللاعب اللي يخلق الفارق. طيب، المستطيل الأسود مع الكابتن نعيم صدام.